كنت حدا العراقي جوج حدا السطوب وقفت جا عندي واحد السيد قال لي عطاني كارو قلت له ما كان كميش قلت ليه ما كان كميش وهو يجبد بحال بيجبد شي حاجه من جيبو عرفتو غادي يجبد حيت باينه فيه موسخ هو اصلا حوايج موسخين هو باينه فيه موسخ جيت بيت نكسري بالطونوبيل هو يخوي لي لومبريز سكتات لي الطونوبيل هو يهرس عليا جاب واحد الشفره وهرس لي الباربريز خرجت انا من الباب الاخر خرجت هو يطلع الطونوبيل هو يكسري بالطونوبيل جاو البوليس مشيت معاهم باش ندير ديكلاراسيون مع 9 الصباح عيطوا ليا مشيت لعندهم الولايه مشيت هو يقول لي هذاك شنو كاين في الطوموبيل قلت ليه راه عندي واحد التليفون في الطوموبيل قال لي واش تقدري ديري ليه لوكاليزاسيون لوكاليزي الطوموبيل فين كاين قلت ليه لوكاليزيتو لقيناه في سيدي بنور سيدي بنور صيفطوا لا بريغاد من الولايه لسيدي بنور مشاو وما يلقاو هذاك السيد هذاك التليفون عند واحد السيد كيقاد التليفونات في سيدي بنور مشاو لعندو بقاو كيتساينوا فيه حتى شي 6 العشيه جا السيد غيز التليفون وما يعتقلو اعتقلوه من تما والطوموبيل لقاوها في تامر صورت في واحد الخلا في تامر صورت مع بقاو مع شي 5 ديال الصباح دابا 5 شهور باش مسروقه ليا الطوموبيل لقيتها عند الجوندار صافي وين جات السيد من الظرفيه ما تبعتها لا ما تلاقيت معاه كاع فاش كان في التحقيق عند الوكيل كنحضر معاه الجلسه في الحقاش اوبليجي انني نحضر معاه فاش حضرت معاه في الجلسات الوكيل تيقول ليه واش كتعرفها قال لي لا انا ما كنعرفهاش انا قال لي غير كنت مقرقد وكنت شارب وما عقلتش وديجا هو فاش كان سايق الطوموبيل فاش طلونصات الطوموبيل راه مسروقه تبعوه الجندارم لقاو خارج تبعوه لقاو غادي على 3 الروايد والطوموبيل كلها هي مهرسه وبقاو تابعينه ما شدوش تلقاو الطوموبيل في الخلا ما داروا معايا حتى شي حاجه الفوريان يلا مشيت خلصتو ما داروا معايا حتى شي حاجه ما كاينش اللي يدير معايا الحق ما بغاوش يديروا معايا حتى لاسيغونس ما عقلوش عليا قالوا لي راه دازت 5 ايام خصك تجي قبل من 5 ايام انا من ديك الوقيته ما كنت كنمشي للولايه كل نهار كل نهار مسيري لاسيغونس توريس كلشي دايره ما داروا معايا حتى شي حد تيغك استدعاوني وكلشي ولكن قالوا لي ما يمكنش نديروا معاك الحل خصك تجيبي لنا الورقه من النيابه العامه باش تسلمي الطوموبيل ديالك فاش مشيت للنيابه العامه قال لي خصك تسالي في التحقيق عاد نعطيوك من النيابه العامه نعطيوك الورقه باش تجيبي يلا اليوم مشيت خرجت الطوموبيل ومشيت خلصت الفوريا مجو يعوضوني في هذه الخساره نتاع الطوموبيل يعوضوني في هذا الشيء اللي خسرت يعوضوني في شحال من شي حاجه ما عقلتش عليا قالوا لي 5 ايام دازت 5 ايام على ما جيتيش داك لاغاتي كان عليك تجي قبل من 5 ايام شرحت لهم في الوضع اللي كنت فيه قلت لهم ان راه الطوموبيل راه كانت عندهم وهما ما بغاوش يعطيوني بقاو كيعيطوا لي كل نهار كنمشي كنحضر ما عنديش الوقت باش نمشي لداك لاغي فاش ساليت وقديت اموري وتعتقل داك السيد اللي سرق لي الطوموبيل وداك الشيء مشيت ديت جبت المحضر وداك الشيء ولكن ما كاين والو